بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الديجيتال اي سي ديزاين. في المحاضرة دي هنتكلم على السي موس فابريكيشن، هننزل تحت بقى شوية في الليفلز اوف ابستراكشن بتاعتنا، نعرف السي موس تكنولوجي بيحصل لها فابريكيشن ازاي. طبعا احنا طبيعي محدش فينا هيشتغل في الفابريكيشن في الغالب، يعني مفيش فابز في مصر ولا هيبقى في فابز في مصر، ولا مصر معروفة بان هي يعني ليها بوتنشال او عندها كواليفايد ناس كواليفايد في المجال ده. ولكن في الحقيقه لما تيجي تشتغل بالذات في اللاي اوت او تيجي تشتغل مثلا في البليسنج راوت او الحاجات دي، هتحتاج كتير بكونسبتس لازم تكون عارف شويه في الفابريكيشن عشان تعرف تتعامل معاها. عشان كده احنا محتاجين نغطي كده الاول البيزكس اوف الفابريكيشن في ليكشر واحده كده، ناخد اوفر فيو عن الفابريكيشن، مش عشان نكون سبيشاليزد في الفابريكيشن، ولكن عشان يبقى عندنا محو اميه نعرف نتعامل بقى في ايه في مجالات تانية واحنا عندنا باك جراوند عن الفابريكيشن. طيب المصفت ديفايس اللي هو النوايا بتاعه التكنولوجي بتاعتنا، هو اختصار ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور. زي ما قلت المصفت كفكره هو معروف من زمان في الحقيقه، لكن ما تصنعش بنجاح غير بعد البي جي تي يمكن بعشرين سنه على حاجه. واول اتنين صنعوا المصفت كانوا شغالين في بيل لابس برضو، واحد منهم كان مصري معرفش عارفين المعلومه دي ولا لا، واحد اسمه عطله ده مصري، واحد اسمه كانج ده من كوريا الجنوبيه، كانوا الاثنين شغالين في بيل لابس. دول اول اتنين نجحوا ان هم يصنعوا المصفت. في السبعينات في الحقيقه بدل ما لقيت ميتال، خد بالك ان الاسم ده في الحقيقه هو الاستراكشر بتاع المصفت، ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، ان المصفت مكون من ثلاث طبقات، طبقه ميتال اللي فوق دي، طبقه اوكسايد العازل اللي هو باللون الرمادي دي، وطبقه سيمي كوندكتور اللي هو هنا مكتوب عليه البادي. تمام، فهو عباره عن ساندويتش اوف 3 لايرز. دول هم اللي ادوا له الاسم ده اللي هو الام او اس. في بعض الناس على فكره بيسميه مصفت، بعض الناس بيسميه ام او اس فت، بيحب ينطقها ام او اس، ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور. الجزء الباقي بقى من الاسم بتاعه دي نظريه العمل بتاعته، فكره العمل بتاعته ان هو فيلد افكت ترانزستور، بيشتغل عن طريق الكتريك فيلد هو اللي بيكون لي التشانل بتاعتي اللي بيمشي فيها الكاريرز. من السبعينات الجيت بتاعتي بدل ما هي ميتال اللي هي اللاير اللي فوق، بدل ما هي ميتال بقى يعملوها من البولي سيليكون، البولي كريستالاين سيليكون. طبعا هتقولي ازاي البولي كريستالاين سيليكون ده كده سيمي كوندكتور هيبقى ليه بور كوندكتيفيتي، هو بيخلوه هايلي دوبد، بيعملوا دوبينج عالي قوي بحيث ان هو ياكت شبه الايه، ياكت شبه الكوندكتور، بس طبعا بتكون الايه الريزستيفيتي بتاعته ستيل طبعا اسوأ من الكوندكتورز او الميتلز. يعني رجعوا تاني بقى سنه 2007 يعملوا الجيتس من الميتل، يعني الاول زمان قوي اول ما عملوا المصفت كانت ميتل، وبعد كده بقى يعملوها بولي سيليكون من السبعينات لحد سنه 2007، وبعد كده من بعد 2007 رجعوا يعملوها تاني بالايه، رجعوا يعملوها تاني بالميتل. يعني افتكر كنت بحضر كونفرنس اراوند الوقت ده، وبعدين كان واحد عمال يتكلم على الميتل جيتس، فانا ما كنتش اعرف لسه ان هم بداوا يعملوا الجيتس من الميتل تاني، فقلت الراجل ده بيتكلم على حاجه بقى لها 30 40 سنه، ده راجل قديم قوي، هو ازاي بيتكلم كده يعني في الكونفرنس. طبعا طلع ان الموضوع ايه، بعد ما السيشن خلص يعني اكتشفت ان الايه الدنيا اتغيرت وانا اللي كنت لسه ما اعرفش، وبالتالي محتاج دايما تابديت المعلومات اللي عندك. الفيلد بتاعنا بيتغير كل شويه، فالمعلومات اللي هتسمعها النهارده ممكن ما تبقاش هي بنفس الصوره دي كمان سنه او اثنين او ثلاثه. سي موس تكنولوجي بقى معناها ايه؟ معناها ان انا اقدر اصنع ان موس وبي موس على نفس السيليكون ويفر. لاول واحده ممكن تحس ان الموضوع ده صعب، عشان اصنع ان موس ترانزستور محتاج اصنعه في بي سبستريت، في حاجه تكون بي تايب سيليكون، وعشان اصنع في موس ترانزستور محتاج اصنعه في ان تايب سبستريت، فازاي اصنع الاثنين مع بعض؟ هنشوف ان شاء الله الكلام ده قدام. طبعا انا بفترض ان انتوا عندكم يعني معرفه اساسيه بالسيمي كوندكتورز، ويعني ايه ان تايب، ويعني ايه بي تايب، ويعني ايه دوبينج، ويعني ايه ان بلس، الحاجات دي. طبعا السؤال بقى اللي بيدور في ذهن كل واحد قبل ما يتعرف على السي موس فابريكيشن، هو ازاي ان احنا في السي موس تكنولوجي بنقدر نعمل فيتشرز صغيره قوي كده، ازاي بنقدر نعمل فيتشرز بالسب مايكروميترز والنانوميترز والحاجات دي. الاول واحده تحس ان ده دايمنشن صغير جدا، ازاي الانسان يقدر يتعامل معاه؟ الاجابه في الحقيقه على الموضوع ده هي بالفوتو ليثوغرافي، هي دي الطريقه اللي احنا بنصنع بيها الفيتشرز الصغيره جدا اللي هي طريقه الفوتو ليثوغرافي. يعني ايه ليثوغرافي؟ ليثوغرافي كنا بنقول نحت، وفوتو ليثوغرافي كنا بنقول نحت ضوئي، يعني عمليه نحت ضوئي، ان انا بعمل الفيتشرز بتاعتي عن طريق الضوء. طب ازاي بعمل الفيتشرز بتاعتي عن طريق الضوء؟
انا بجيب الويفر بتاعتي اللي هي زي ما قلت كده كانك عندك بيتزا بس بقى من الايه من السيليكون. بيبقى التكنس بتاع الويفر دي اراد مثلا 500 مايكرومترز مثلا, والدايمتر بتاعها زي ما قلنا بيختلف بقى, في بتبقى 4 انش وفي 6 انش وفي 8 انش وفي كمان اكبر من كده. فبنجيب الويفر بتاعتنا وبنحط فيها حاجه اسمها ماسك, فوتو ماسك. ايه الفوتو ماسك ده؟ ده بيبقى عباره عن جلاس ازاز, والجلاس ده عليه كروم باترن. كروم ده ميتال طبعا, ومعنى ان هو ميتال يعني مش هيعدي الضوء. وبعدين بحط الفوتو ماسك ده فوق الويفر, وعرض الفوتو ماسك ده من فوق ليو في لايت. يو في لايت اللي هو الترا فايلت لايت. ايه اللي بيحصل؟ الكروم عندي بشيله من بعض الاماكن. الاول الماسك ده بيجي كله متغطي بالكروم, بعد كده بشيل الكروم ده من بعض الايه, من بعض الاماكن. فالاماكن اللي فيها كروم الضوء مش هيعدي, والاماكن اللي ما فيهاش كروم الضوء هي ايه, الضوء هيعدي. تمام؟ طيب الضوء هيعدي ويروح يخبط في الايه, يخبط في الويفر بتاعتي. الويفر بتاعتي انا بحطه عليها ايه, بحط عليها ماده اسمها فوتو ريزيست. الفوتو ريزيست دي بتبقى ماده حساسه للضوء. يعني ايه حساسه للضوء؟ يعني بتغير البروبرتيز بتاعتها بناء على تعرضها للضوء. ممكن لما تتعرض للضوء يبقى سهل ازالتها, وممكن العكس, ممكن تبقى هي اصلا سهله الازاله ولما تتعرض للضوء تبقى هاردند, تبقى صعب ايه, تبقى صعب ازالتها. عشان كده بنقسمها لنوعين هنعرف كمان شويه, بوزيتيف فوتو ريزيست ونيجاتيف ايه, ونيجاتيف فوتو ريزيست. الماده اللي عندنا هنا هي بالحقيقه نيجاتيف فوتو ريزيست. معنى ان هي نيجاتيف فوتو ريزيست يعني الجزء اللي هو الان اكسبوزد اللي هو ما تعرضش ليه اللايت هو اللي انا اقدر اعمل له ريموفر. الان اكسبوزد فوتو ريزيست هو ده الجزء اللي انا اقدر اعمل له ايه, اعمل له ريموفر. بنعمل له ريموفر ازاي؟ بنحط بعد ما نخلص العمليه دي بنحط الويفر دي في سولفنت معين كيميكال, فالسولفنت ده بيدوب الفوتو ريزيست. الفوتو ريزيست بتدوب في الايه, بتدوب في السولفنت, وهيطلع لي الايه الويفر بتاعتي الجزء ده يفضل زي ما هو, والجزء اللي هو البرمادي الفاتح ده هلاقيه ايه, هلاقيه مش موجود. يبقى انا كده نقلت الصوره اللي موجوده على الماسك دي نقلتها الى الايه, نقلتها الى الويفر. بتكرر بقى العمليه دي كذا مره مع كل حاجه انت عايز تعملها في الويفر بتاعتك زي ما هنشوف, عشان تعمل كل الفيتشرز اللي انت عايزها. بالنسبه للنيجاتيف فوتو ريزيست زي ما قلنا بقى, لما اعمل عمليه الايه الديفلوبينج ان انا اشيل الايه, اشيل الان اكسبوزد فوتو ريزيست, هلاقي ان الصوره اللي موجوده على الفوتو ريزيست في الحقيقه هي اللي مكمله للصوره بتاعه الايه, بتاعه الماسك, بتاعه الكروم. يعني هنا المكان اللي ما فيهوش كروم هلاقي هنا فيه فوتو ريزيست, والمكان اللي فيه كروم هلاقي هنا ما فيهوش فوتو ريزيست. دي عشان كده بنسميها النيجاتيف فوتو ريزيست, ان هي عكس الصوره اللي موجوده على الماسك. البوزيتيف فوتو ريزيست بقى بتبقى العكس, المكان اللي اتعرض للضوء هو اللي بيدوب, المكان اللي ما تعرضش للضوء هو اللي بيفضل موجود. فبالتالي بتطلع لك الصوره اللي على الماسك هي تطلع لك موجوده على الايه, تطلع لك موجوده على الويفر. دي بنسميها بوزيتيف فوتو ريزيست. تستعمل انهي منهم حسب, ساعات تستعمل دي ساعات تستعمل دي, كل واحده بتخليها ايه حسب الطريقه اللي انت عايز تفابريكيت بيها. طب السؤال بقى دلوقتي, طب انا عرفت دلوقتي ازاي عن الصوره بتاعتي من الماسك انقلها الى الويفر. طب السؤال, الصوره اصلا اللي معموله على الماسك انا عملتها ازاي؟ اعمل كده بوز لمده دقيقه وحاول تفكر لو تعرف ايه الاجابه. طبعا الدايمنشنز الصغيره اللي هي موجوده على الماسك دي مستحيل ان انا اعملها باي طريقه ميكانيكيه, اكيد مش هقدر اعملها باي طريقه ميكانيكيه. الصوره اللي موجوده على الماسك في الحقيقه هي الصوره اللي انا بعتها في اللاي اوت. يعني انا بعت اللاي اوت بتاعتي, اللاي اوت هي مجموعه من الماسكس في الحقيقه, فالمفروض ان المصنع بيحول الايه الصوره اللي انا بعتها في اللاي اوت دي, بينقل الصوره دي على الماسك. ازاي بقى بينقلها؟ طبعا مش بينقلها بعمليه الفوتو ليثوغرافي اكيد, يعني ان هي اصلا عشان اعمل فوتو ليثوغرافي انا محتاج ماسك, فازاي هعمل فوتو ليثوغرافي على الماسك وهو اصلا الماسك مش عندي؟ هي بتتعمل عن طريق الكترون بيم ليثوغرافي, اي بيم ليثوغرافي. بعمل نحت في الماسك عن طريق بيم من الالكترونز, شعاع من الالكترونز. طبعا الالكترونز انت بتقدر تتحكم بقى في الايه, في دقه الشعاع ده, ان هي تبقى قريبه من الدايمنشنز بتاعه الالكترون, فتقدر تجيب فيري 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 بريسايز دايمنشنز, تجيب حاجات صبنه, ممكن تجيب حاجات يعني فيو نانومترز, ممكن كمان اقل من كده. تقدر تجيب بريسيشن عالي جدا جدا جدا, فيتشرز صغيره جدا جدا, فاقدر ارسم الايه, ارسم الصوره اللي انا عايزها, الباترن اللي انا عايزها, اللي هي بقى موجوده. انا يعني بدخل طبعا الماسك ده في جهاز ماسك رايتر. ماسك رايتر ده بديله الصوره اللي انا عايزها اللي هي اللاي اوت, وهو ينقلها بقى عن طريق الاي بي ليثوغرافي الى الايه, الى الماسك بتاعي. طب هنسال بقى سؤال تاني دلوقتي, طب طالما انا عندي اي بي ليثوغرافي والاي بي ده جميل قوي ورائع قوي وبيديني بريسيشن عالي, طب ليه ما عملتش الاي بي ليثوغرافي دي اصلا على الويفر مباشره؟ ليه عملت الماسك وبعد كده رحت من الماسك للويفر؟ ليه مريت بالخطوتين دول بدل ما استعملت خطوه واحده؟ اعمل يعني برضو بوز وحاول تفكر في الاجابه. الاجابه على السؤال ده في الحقيقه
ان الاي بيم الليثوغرافي دي سيريال بروسيسنج. يعني ايه سيريال بروسيسنج؟ يعني انا امسك البيم بتاعي كده والبيم ده بيقعد يلف على الويفر نقطه نقطه عشان يرسم الباترن اللي انا عايزها. يعني شغال ان سيريال، شغال على حته حته في الايه، حته حته في الويفر. طبعا عشان يخلص حته حته في الماسك بقى، مش حته حته في الويفر، عشان يخلص الماسك بياخد وقت طويل، بياخد ساعات عشان انقل الفيتشر بتاعتي من الصوره اللي موجوده عندي على الكمبيوتر الى الماسك، باخد ساعات عشان الاي بي ده يعدي على نقطه نقطه في الايه، نقطه نقطه في الماسك بتاعي. بعكس بقى الفوتوليثوغرافي، الفوتوليثوغرافي دي هي زي لقطه الكاميرا كده، بتعرض من فوق للضوء الباترن كلها اللي موجوده على الماسك، تنتقل الى الويفر في لحظه واحده. وده في الحقيقه اللي سمحنا ان احنا نقدر نعمل فابريكيشن انتجريتد سيركتس بسعر قليل. عمليه الباتش بروسيسنج دي ان انا مش بصنع فيتشر فيتشر، لا ده هي في لقطه واحده زي لقطه الكاميرا كده، مش زي لقطه الكاميرا يعني الاكسبوجر بياخد وقت شويه، بس يعني مجازا انا بنقل في خطوه واحده كل الصوره اللي عندي من الماسك بتاعي الى الايه، الى الويفر. قبل الاي بي ليثوغرافي زمان ايام ما كانت الفيتشر سايز كبيره شويه، يعني كانت مثلا 5 مايكرونز ولا 10 مايكرونز، كان ممكن برضه نستعمل ليزر بيم ان احنا نعمل بيه الماسك، بس الليزر بيم الريزوليوشن بتاعته محدوده، ما اقدرش استعمله مع الريزوليوشنز القليله. مع الريزوليوشنز القليله لازم نستعمل اي بيم ليثوغرافي. طبعا اللي انا شرحته ده هو يعني التصور البسيط للليثوغرافي. في التكنولوجيز الجديده طبعا الموضوع بيبقى اعقد من كده بكتير، الموضوع بقى مش سهل. ليه بقى مش سهل؟ برضه اديك فكره يعني، لان لما الاماكن الفاضيه دي اللي هي انا عايز الضوء يعدي منها، لما تبقى هي نفسها كومبارابل للويف لينث بتاع الضوء، الضوء مش هيعدي ستريت لاين كده ببساطه، لا هيحصل له ايه؟ هيحصل له عمليه ديفراكشن. هيحصل له عمليه ديفراكشن، هلاقي ان الصوره اللي جات لي على الويفر مختلفه عن الصوره اللي كانت موجوده في الايه، اللي كانت موجوده في الماسك. فعشان نعالج بقى الحاجات دي كلها في تكنيكس بنسميها ريزوليوشن انهانسمنت تكنيكس، ار اي تيز. دي تكنيكس كتيره بنستعملها بقى، الناس بتوع الفابريكيشن بيستعملوها عشان يحاولوا يحسنوا من دقه الايه، من دقه الليثوغرافي. واحد مثلا من التكنيكس دي هو ايه، ان انا مش هحط بقى على الماسك الصوره اللي انا عايزها على الويفر، انا هديستورت الصوره اللي موجوده اصلا على الماسك، عشان بعد لما الضوء يحصل له الديفراكشن يجي لي هنا على الويفر يجيب لي الصوره اللي انا اصلا كنت محتاجها. والكلام ده ممكن نحسبه، وانا عارف الضوء بيساوي ديفراكشن ازاي، اقدر اعمل موديل للكلام ده، فاقدر اشوف ازاي اعمل ديستورشن للماسك بتاعي عشان بعد ما يحصل الديفراكشن الاقي على الويفر الصوره اللي انا كنت عايزها. ده برضه يجرنا لسؤال تاني، اشمعنى اخترت ان الضوء بتاعي اللي انا بستعمله يكون الترا فايولت لايت؟ ليه مش اي حاجه ثانيه؟ ليه مش ضوء عادي؟ او ليه مش انفراريد؟ برضه اعمل بوز وحاول تفكر في الاجابه. الإجابة إن إحنا عارفين إن في علاقة عكسية ما بين الفريكونسي والويفلنس، فبالتالي أنا بقول دلوقتي إن أنا عايز يبقى الويفلنس بتاعي صغير عشان أعرف أعمل فيتشرز صغيرة، عشان لما أعدي في سليتس صغيرة كده زي دي ما يحصلش عندي ديفراكشن. فأنا عايز ويفلنس صغير ومحتاج فريكونسي كبيرة، عشان كده بنروح نستعمل ألترا فايولت لايت عشان هو ليه أعلى فريكونسي. في الحقيقة دلوقتي بقى بيستعملوا الإي يو في اللي هو الإكستريم ألترا فايولت، أعلى فريكونسي أعلى كمان عشان تديني ويفلنس اقل، فبالتالي يحصل ديفراكشن اقل واعرف اعمل فيتشرز ادق. تعالوا بقى كاكزامبل نبص على الكروس سيكشن بتاع انفرتر. ده كده انفرتر بنصنع في سي موس تكنولوجي. ازاي بقى عملنا السي موس ده زي عملنا الان موس مع البي موس على نفس السبستريت؟ احنا الاول في معظم الاحيان بنبدا ببي سبستريت بالشكل ده. بي سبستريت اسمح لك انك تعمل ان موس ترانزستور ان بلس، لان بلس دول ده كده ان موس ترانزستور بتاعي، وطبعا دي الجيت والتشانل بقى هتتكون هنا اهو عشان الكارنت يمشي ما بين السورس والايه، ما بين السورس والدرين. طب ازاي اعمل البي موس ديفايس بتاعي؟ بنروح كده في السبستريت بتاعتنا ونعمل بير من الايه، من الان تايب ماتيريال نسميه الان ويب. اكن عملت سبستريت صغيره جوه السبستريت الايه، جوه السبستريت الكبيره. السبستريت الصغيره دي بقى تبقى ان تايب، وطالما هي ان تايب فاقدر اعمل فيها ايه، اقدر اعمل فيها بي موس ترانزستور. وبالطريقه دي بقى طريقه ان انا اعمل ان ويل جوه البي سبستريت، اقدر احط الان موس والبي موس على نفس قطعه الايه، السيليكون، وهي دي السي موس تكنولوجي. لو انا عايز اعمل بقى الانفرتر بتاعي ده شكل كده، الانفرتر اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت عباره عن ان موس ديفايس اللي هو ده، بي موس ديفايس اللي هو ده، البي موس متوصل للفي دي دي هنا اهو، والان موس متوصل بالجراوند، الاي ده اللي هو الانبوت، والواي ده اللي هو الاوتبوت. الواي موصل الدرينز ببعض، ده كده الدرين وده كده الايه، وده كده الدرين. لو جينا نبص في الليال بتاعتنا، الان موس زي ما قلنا هو ده كده السورس بتاعه، ده السورس وده هو الدرين. السورس واصل بالجراوند، هوصل دي بالجراوند.
PMOS ده هو الدرين وده هو السورس. السورس واصل بالVDD. التو درينز واصلين بعض عن طريق الميتر ده. في الميتر ده هو الواي سيجنال. المفروض بقى ان الجيت اللي هي البولي سيليكون الاحمر ده يروح يوصل بالايه، بالجيت اللي هي الاحمر ده، الاثنين يوصلوا بالانبوت اللي هو LA. طبعا الازرق ده كده اللي هو الميتال اللي موصل ما بينهم، والرمادي ده اوكسايد ده عازل عشان يعزل الايه، عشان يعزل الديفايسز عن بعض. ودي هي اللايرز بتاعتنا بقى اللي احنا استعملناها عشان ايه، عشان نصنع الايه الانفرتر. احنا هنمشي على فكره في تصنيع الانفرتر ده خطوه خطوه بالتفصيل يعني. واللايرز اللي احتجتها ده اللي هو السيليكون اوكسايد اللي هو العازل بتاعي ده كده N بلس ديفيوجن. معنى كده معنى البلس دي ان انا بعمل هاي دوبينج، بعمل دوبينج بكونسنتريشن عالي. طبعا بعمل دوبينج بماده يكون دونر اتومز زي مثلا الفوسفورس عشان تديني الكترونز كتير، عشان كده بنسميها ان تايب ماتيريال. البي بلس بعمل بقى العكس، بعمل دوبينج باكسبتور اتومز عشان تديني هولز، عشان كده بنسميها بي بلس عشان فيها هولز كتير. الاحمر ده اللي هو البولي سيليكون وانا احب بستعمله في الجيتس، وان كان زي ما قلت دلوقتي رجعوا تاني يستعملوا ميتال جيتس. والازرق ده اللي هو اول لاير من الميتال. طبعا ممكن يكون عندي لايرز اكتر من الميتال زي ما هنشوف مع بعض، بس في الحقيقه الدايره دي كده مش كامله، لان المصفت في الحقيقه ما هوش 3 تيرمينال ديفايس، لا ده هو 4 تيرمينال ديفايس. التيرمينال الرابعه اللي احنا بنسميها البالك اهي، دي التيرمينال الرابعه اللي هي البالك او البادي، اللي هي ببساطه السبستريت. دي السبستريت دي ما ينفعش ان انا اسيبها فلوتنج، لازم ان انا اوصلها بحاجه. نفس الحكايه برضو بالنسبه دي البي موس. البي موس انا عندي برضو تيرمينال الرابعه اللي هي البادي بتاع البي موس ده كده، اللي هو هيبقى عباره عن الان ويل ده، برضو ما ينفعش اسيب الان ويل ده فلوتنج، لازم اوصله بحاجه. طب اوصل السبستريت والان ويل بايه؟ تعالوا كده نبص مع بعض. دلوقتي انا عندي هنا بي سبستريت وعندي ان بلس، فبالتالي انا كان عندي بي انجنكشن هنا اهو، كان عندي بي انجنكشن بالشكل ده. البي انجنكشن دي انا مش عايزها تانترفير في الاوبريشن بتاع المصفت بتاعي. الاوبريشن بتاع المصفت المفروض ان هو يتم عن طريق التشانل اللي هتتكون هنا ما بين السورس والدرين، فانا مش عايز البي انجنكشن دي تاثر على الاوبريشن بتاع المصفت. وبالتالي انا عايز احافظ على البي انجنكشن دي تبقى دايما ريفرس بايست. عشان تبقى ريفرس بايست اجي على السايد بتاع اللي هو البي، خد بالك ده البي وده الان، واحط عليه اقل فولتج ممكن. اقل فولتج ممكن معناه ان البي سبستريت هروح اوصلها لمين؟ هروح اوصلها بالجراوند. على الناحيه الثانيه بقى بالنسبه للبي موس، لو جيت اشوف البي انجكشن بتاعتي هتبقى شكلها عامل ازاي، هيبقى البي هو اللي فوق والان هو اللي ايه، هو اللي تحت. طب اوصل ان ويل بايه؟ عايز اوصله باكبر فولتج ممكن عشان تفضل البي انجكشن دي ريفرس بايس. بالتالي المفروض ان انا اخد ان ويل ده واروح اوصله بالايه، واروح اوصله بالفي دي دي اللي هو اعلى بوتنشال عندي في السيركت بتاعتي. طبعا ما تنساش ان البي انجنكشنز دي هي في الحقيقه بارازيتك بي انجنكشنز، انا اصلا مش عايزها. الابريشن بتاع المصفت مش محتاج البي انجنكشنز دي. الابريشن بتاع المصفت بيعتمد على الفيلد افكت، ان الجيت هنا بتكون لي تشانل، والتشانل بتوصل ما بين السورس والايه، ما بين السورس والدرين. فالبارازيتك بي انجنكشنز دي انا اصلا مش عايزها، هي موجوده غصب عني، وبالتالي انا مش عايزها تانترفير في الابريشن بتاع الديفايس، وعايز احافظ عليها ريفيرس بايست. طبعا لما تكون البي انجنكشن ريفرس باست بيمشي فيها كارنت صغير قوي، نيجليجبل كارنت اللي هو بنسميه ريفرس ساتوريشن كارنت، وان كانت بتكونتريبيوت بقى كاباسيتنس بارازيت كاباسيتنس. زي ما احنا عارفين البي انجنكشن لما تكون ريفرس بايست بتاكت از ايه، بتاكت از كاباسيتنس. فهنعمل بقى التوصيلات دي. عشان نعمل التوصيلات دي هنزود توصيلتين كمان اهو. الجراوند هوصلها بالبي سبستريت بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين هنا اهو، وهوصل الان ويل بالفي دي دي زي ما احنا شايفين هنا اهو. طب السؤال بقى دلوقتي، ليه ما وصلتش على طول؟ ليه احتجت ان انا اعمل بي بلس هنا، وليه احتجت ان انا اعمل ان بلس هنا؟ الكلام ده بيدرس بالتفصيل في كورسات الديفايسز، لكن في الحقيقه لو انت جبت ميتال وحطيته وصلته على سيمي كوندكتور مباشره زي البي سبستريت هنا، بيعمل دايت في الحقيقه، بنسميه شوتكي دايت، بنسميه شوتكي دايت. معنى دايت معناها ايه؟ معناها ان حاجه بتوصل الكرنت في اتجاه واحد، مش ده اللي انا عايزه. انا عايز اكن يعمل شورت سيركت ما بين السبستريت والجراوند، اعمل شورت سيركت ما بين الان وال والاي والبي دي دي. عشان يحصل الكلام ده لازم اخلي الميتال ما يقابلش سيمي كوندكتور عادي، لازم يقابل هايلي دوبد سيمي كوندكتور. لما احط الميتال يبقى الكونتاكت ما بين الميتال وما بين هايلي دوبد سيمي كوندكتور اللي هو البي بلس ده، الشورت دايت ده بيتحول الى اوميك كونتاكت، لو ريزيستنس اوميك كونتاكت. معنى اوميك كونتاكت يعني كونتاكت ليه ريزيستنس بالاومز يعني، بس ليه لو ريزيستنس؟ هو ده اللي انا عايزه. انا عايز اولموست ان انا اعمل شورت سيركت. هتقول لي بس كده ده هيبقى ريزيستنس زي ما انت قلت، مش هيبقى شورت سيركت، عشان كده بنعمل كونتاكتس كتير في الحقيقه،
مش بوصل السبستريت بالجراوند بكونتاكت واحد ولا بوصل الويل بالفي دي دي بكونتاكت واحد. انا بعمل از ماني كونتاكتس از اي از بوسيبل عشان اقلل الايه الريزيستنس بتاعه الكونتاكت اللي هو ما بين الميتال وما بين السيمو كونتاكت. فبالتالي لما اجي اعمل ان موس هحتاج ان بلس ريجنز عشان السورس والدرين, وهحتاج بي بلس عشان السبستريت كونتاكت, والعكس بقى في البي موس هحتاج بي بلس ريجنز عشان السورس والدرين, وهحتاج ان بلس ريجن عشان تعمل اومي كونتاكت ما بين الان ويل وما بين الميتال اللي هو واصل بالفي دي دي. طبعا خد بالك ان ميتال 1 هنا اللي هو مكتوب عليه في دي دي ده رايح بقى متوصل على واحده من البادز بتاعه التشيب اللي هروح بعد كده اعمل بوند واير واوصلها بالباكج, واروح بقى في الباكج اوصل الايه اوصل الفي دي دي بتاعي. فالحقيقه مش بيكون بين واحد ده في الشيبس دلوقتي اللي هي زي 1 زي البي جي ايز الاف بي جي ايز, بيكون عندك عدد كبير جدا من الفي دي دي بينز وعدد كبير جدا من الجراوند بينز عشان اقلل الريزيستنس بتاعه الايه بتاعه البوند وايرز والبادز والبينز واعمل ديستريبيوشن جيد للباور للفي دي دي والجراوند. خد بالك ان البالك بتاع المصفت بقى لو انا عندي هو مثلا ان موس البالك تيرمينال دي بيكون ليها تاثير في الحقيقه على الاوبريشن بتاع الديفايس. يعني من اهم التاثيرات ان هي بتغير في البي ثريشولد بتاعت الديفايس بتاعي زي ما هناخد مع بعض قدام. فلما البادي فولتج ده يتغير ده بيغير في الثريشولد فولتج, فما اقدرش ان انا اسيب البادي تيرمينال دي فلوتنج. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اوصلها بالجراوند عشان يكون الفولتج بتاعها ويل ديفايند عشان يحفظ لي على البي ثريشولد بتاعي بقيمه ثابته, ما ينفعش ان انا اسيبها فلوتنج كده. تاني لو انا سبت بقى الميتال مع السيمو كوندكتور, يعني زي ما احنا كده عندنا البي مع الان بتعمل بي انجكشن, برضو الميتال لو انا جبت ميتال وحطيت سيمو كوندكتور بقى سواء بي او ان ده بيعمل لك دايت, برضو زي ما ده بيعمل ده بيعمل دايت. ده البي انجكشن دايت اللي احنا عارفينه من زمان ده اسمه شوتكي دايت. انت عندك ميتال مع بي او ان اسمه شوتكي دايت, ما ينفعش ان انا اجي هنا واخلي الايه كونكشن مع البادي ما بين البادي وما بين الجراوند في دايت, ده كده هيبوظ لك الايه هيبوظ لك الاوبريشن بتاع الايه بتاع المصفت بتاعك. طب هل بقى الشكل اللي هو كروس سكشن احنا شايفينه ده هل ده الشكل اللي انا ببعته للمصنع عشان يصنعه؟ الاجابه لا. في الحقيقه انا ما اعرفش كديزاينر اي حاجه عن الشكل ده, انا ما ماليش دعوه خالص نهائيا بالكروس سكشن. هما ايه انت بتبعته للمصنع عشان يصنع؟ اللي بتبعته للمصنع هو البلان فيو. لو فاكرين بقى في رسم الهندسي كنا بناخد ان عندي بلان فيو واليفيشن وسايد فيو, اللي احنا شايفينه دلوقتي ده اللي هو الاليفيشن. ده انا ماليش دعوه بيه خالص كديزاينر في الحقيقه. اللي بيحدد كل الدايمنشنز بتاعت الاليفيشن هو البروسيس انجينير, هو اللي بيحدد الدايمنشنز اللي هي الفيرتيكال دايمنشنز كلها. الفيرتيكال دايمنشنز مثلا زي الديبس بتاع الجنكشن والثيكنس بتاع البوليسيليكون والثيكنس بتاع الاوكسايد والديبس بتاع الويل والثيكنس بتاع الميتال. كل الفيرتيكال دايمنشنز دي انا ماليش اي علاقه بيها كديزاينر. وانا انت كديزاينر بتعمل ايه؟ بترسم البلان فيو. هو البلان فيو ده امتى بترسمه؟ في اللي اوت بتاعتك, وهو ده اللي تبعته للايه, هو ده اللي تبعته للفاب, وهو ده اللي بيحدد بقى الماسك بتاعك. هو البلان فيو ده كل اللي في الحقيقه بتترسم على اتنين على ماسك لوحدها. فبيكون عندي مثلا ماسك دي البولي سيليكون, ماسك الميتال, ماسك الان بلس, ماسك البي بلس, ماسك الان ويل. كل واحده من دول بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ماسك. وفي كل خطوه بقى عشان نرسم الايه الفيتشر بتاعتنا على الماسك بنستعمل عمليه الفوتوليثوغرافي مع ديبوزيشن واتشنج. زي ما هنشوف ديبوزيشن ان انا ارسب ماتيريال على الويفر, اتشنج ان انا اشيل ماتيريال من الايه اشيل ماتيريال من الويفر. لو جينا بقى نريليت الاثنين مع بعض او في الصوره دي كده, انا عندي اللي اوت فوق ده البلان فيو اللي الديزاينر بيرسمه, وعندي هنا ده الكروس سكشن الاليفيشن ده اللي هو البروسيس انجينير بقى هيصنعه في الحقيقه. ادي هو البولي سيليكون, خد بالك ان الايه واسطه بالايه, الجيت واسطه بالجيت اهي بتاعت التو ترانزستورز, والدرينز واسطه بالدرينز, والاسود ده اللي هي الكونتاكتس اللي انا فاتحها. خد بالك ده كده سيليكون اوكسايد عازل. فانا بفتح شبابيك في السيليكون اوكسايد عشان اعمل اكسسنج للدرين, اكسسنج للسورس, اكسسنج للبادي او السبستريت. هي دي الايه مربعات السوداء دي الكونتاكتس انا بفتحها عشان اعرف ان انا اكسس التيرمينالز بتاعتي, ودي الميتال بتاعت الجراوند, وده الفي دي دي, وزي ما قلنا هنا الانبوت وهنا الاوتبوت بتاع الانفرتر. لو خدت بالك بقى هتلاقي ان في اللاي اوت بقى بتاعتك الان موس هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تقاطع البولي سيليكون مع ان بلس ديفيوجن. الاخضر ده اللي هو الان بلس الدوبنج بالان, تقاطع الان بلس مع البولي سيليكون ده اللي بيديفاين الان موس ترانزستور. وعلى الناحيه الثانيه بقى تقاطع البي بلس مع البولي سيليكون ده اللي بيديفاين البي موس ترانزستور. الجزء اللي تحت الايه اللي تحت الجيت ده هو دي اللي بيتكون فيه التشانل بتاعتي. ولو جينا نبص بقى على الدايمنشنز بتاعه الترانزستور
فالديمنشن اوف ترانسفير هي عباره عن ال والدبليو. ال اللي هو ده كده، ده هو ال اللي هي مسافه ما بين السورس والدرين، العرض بتاع الايه، العرض بتاع الجيت دي كده، ده التشانل لينث تحت هنا اللي التشانل هتتكون في الحقيقه. الجزء ده بس كده هو اللي هتتكون فيه التشانل اللي انا بلونه دلوقتي بالايه، بالاحمر ده. الويدز بقى هو ايه، هو ده كده، ده الويدز بتاع التشانل بتاعتي. فالتشانل ويكون بيها لينث ويكون بيها ويدز. اللينث اللي هو مسافه ما بين السورس والدرين، الويدز هيبقى هو في الحقيقه عرض بتاع الديفيوجن اريا ده كده. ده اللي هيديفاين الويدز بتاع الترانزستور. طبعا بالنسبه بقى للرسمه اللي تحت، التشانل لينث بتاعي هو المسافه بين السورس والدرين، ده كده هيبقى هو التشانل لينث. والويدز بتاعي بقى هيبقى هو الدايمنشن اللي داخل جوه ايه، اللي داخل جوه الرسمه اللي هو مش بعيد بالبرتيكولر على الاليفيشن. ده اللي هيديفاين الويدز بتاع الديفايس. الكونكشنز بقى بتاعت السبستريت هنا بنسميها سبستريت تاب او سبستريت تاي، والكونكشن بتاع الويل برضو بنسميه ويل تاب او بنسميه ويل ويل تاي. اللايرز بقى اللي عندي هنا هي هي عد الالوان. شوف انت عندك كام لون، تعرف انت عندك كام لاير. انت عندك 6 الوان هنا، انت بترسم اللي هي عباره في الحقيقه عن عمليه تلوين برسم، ترسم شويه بوليجونز وكل بوليجون ليه لون مختلف عن الايه، مختلف عن الثاني. فاقل حاجه عشان اصنع الانفرتر بتاعي ده انا محتاج 6 ماسكس في الحقيقه. ماسك ليه ال ان ويل، ماسك ليه البولي سيليكون، ماسك ال ان بلس ديفيوجن، ماسك ال بي بلس ديفيوجن، ماسك للكونتاكتس اللي هي السودا في حد السودا اللي انا هفتحها، وماسك لي الميتال. ما تنساش دايما زي ما قلنا ان الترانزستور هو عباره عن تقاطع البولي سيليكون مع ديفيوجن. لو البولي سيليكون بيتقاطع مع ان بلس يبقى هو ده ال ان موس ترانزستور، لو البولي سيليكون بيتقاطع مع البي بلس يبقى هو ده البي موس ترانزستور. التصنيع بقى بتاع الـ CMOS تكنولوجي بيتم في فابريكيشن فاسيلتيز او فابريكيشن بلانتس، بنسميها اختصارا كده الفابز. الفابز طبعا دي بتبقى تكلفتها عاليه جدا جدا جدا. جوه الفابز دي بيكون فيها حاجه اسمها كلين رومز. كلين روم يعني غرفه نظيفه. ليه غرفه نظيفه؟ عشان ما بيكونش فيها ذرات تراب، بتكون الهواء اللي فيها منقى تماما من اي ذره تراب. طب ليه بنقي من اي ذره تراب؟ لان ذره التراب اصلا اكبر من حجم الترانزستور. فلو في ذره تراب دخلت معايا اثناء عمليه التصنيع هتبوظ الترانزستور. ولو في ترانزستور واحد باظ في التشيب يبقى التشيب كلها ايه، يبقى التشيب كلها باظت. فبنقسم الكلين رومز في الحقيقه لكلاسز حسب نقاء الهواء اللي فيها. في حاجه اسمها كلاس 1000 وكلاس 100 وكلاس 10. كلاس 1000 مثلا بيقول لك ان في كل ادم مكعب تقريبا في عندك 1000 ذره تراب. كلاس 100 يعني في كل ادم مكعب في 100 ذره. كلاس 10 يعني في كل ادم مكعب في 10 ذرات تراب. تكلفه الكلين روم ما هياش في تكلفه ان الهواء اللي فيها نظيف، يعني مش هي دي المشكله. هنحط فلاتر، الفلاتر هتنقي الهواء، مش هي دي المشكله الرئيسيه. تكلفتها في الماشينز بقى اللي جواها، الماشينز اللي بستعملها الماشينز غاليه جدا. وفي شركات بقى متخصصه في تصنيع الماشينز اللي بتستعمل في الكلين رومز. دي شركات متخصصه في البيزنس ده، في شركات متخصصه في الليثوغرافي، شركات متخصصه في عمليات الديبوزيشن، شركات متخصصه في عمليات الاتشنج وهكذا. تكلفة المصنع زي ما تبقى عالية جدا. لو عايز تعمل فاب مثلا في 45 نانومتر تكنولوجي ممكن يكلف حوالي 3 مليار دولار. وده اللي خلى بقى شركات كتيرة تبقى فابليس كومبانيز. يعني ايه فابليس كومبانيز؟ يعني فابريكيشن لس، يعني شركة بتعمل ديزاين بس ما بتعملش فابريكيشن. وفي الحقيقة في شركات من التوب سيمي كوندكتور كومبانيز هي فابليس كومبانيز في الحقيقة، زي مثلا كوالكوم وزي زايلينكس. كل الشركات دي فابليس كومبانيز، ما عندهاش مصانع، بتروح تعمل تصنع عند حد تاني. واشهر بقى والعكس بقى، في مصانع مش بتعمل ديزاين، بتصنع بس، زي تي سي ام سي وزي يو ام سي، اسمهم بيور بلاي فاوندرز. هو ما بيعملش ديزاين، هو بيصنع بس. فالفابلس كومبانيز هي بتعمل الديزاين وتروح للبيور بلاي فاوندري اللي هو بيصنع بس، تروح تصنع ايه، تروح تصنع عنده. الشركات العملاقه بقى هي اللي عندها الايه، التصنيع والديزاين. وهي من الامثله كده انتل مثلا، هي الشركات القلائل اللي بتعمل ديزاين وبتعمل فابريكيشن لنفسها. وان كانت تكلفه الفابريكيشن دلوقتي بقت مكلفه جدا بالنسبه لها، فدلوقتي سمحت ان هي كمان تصنع للناس. قبل كده كانت هي بتصنع لنفسها بس، دلوقتي عشان هيحاولوا يقللوا شويه من التكلفه الرهيبه في عمليه التصنيع فممكن يصنعوا لحد تاني غيرهم في المصانع بتاعتهم. وطبعا الشركات اللي هي شغاله بقى في الكاتنج ايدج تكنولوجيز شركات معدوده زي ما قلنا، واللي مكمل بقى لحد دلوقتي هما الثلاثه دول، انتل وسامسونج وتي اس ام سي. وتي اس ام سي زي ما قلنا هو اكبر بيور بلاي فاوندري. انتل بالديزاين وبتصنع، سامسونج بالديزاين وبتصنع،
TSMC هو اللي بيصنع فقط بيصنع الفابلس كومبانيز زي ما قلنا زي كوالكوم وزاينكس وابل وغيرهم من الشركات بيصنعوا عند ويف دي كمان بتروح تصنع عند TSMC. الصوره اللي احنا شايفينها دي صوره للكلين روم من جوه. طبعا كل الناس جوه كلين روم لازم يعملوا عمليه اسمها الجونينج ان هم يلبسوا الكافرود ده اللي بيغطي الجسم كله زي ما احنا شايفين. فبتغطي كل جسمك وتلبس كفر على الجزمه بتاعتك او تلبس جزمه مخصوص تغطي وشك لو عندك دقنه بتغطي دقنك تلبس جلوفز. لو خدت بالكم الراجل ده بيعمل ايه في الحقيقه هو الاول بيلبس الكفر على رجله الشمال بعد كده ينقل رجله الشمال من الناحيه دي يوديها في الناحيه دي الناحيه اللي مش نظيفه ودي الناحيه النظيفه قبل ما يخش على كلين روم. بعد كده يقوم لابس الكفر في رجله اليمين ويقوم جايب رجله اليمين على طول على الناحيه دي. لو في حاجه لمست الناحيه دي في الارض لازم يغير اللبس بتاعه تاني. دي كده الناحيه الغير نظيفه ودي الناحيه بتاعت الكلين روم النظيفه. الكلين روم دي تفتح الباب تلاقي الهواء بيزقها كده بريشر عالي جدا ليه عشان لو في اي ذرات تراب برده تخرج ما تدخلش مفيش حاجه تدخل من بره على على جوه. على غير بقى الشركات دي طبعا الجامعات بيكون ممكن يكون فيها فابريكيشن فاسيلتيز او فيها كلين رومز. دي حاجه يعني موجوده في كل الجامعات الكويسه اللي موجوده في العالم بس طبعا بقى بتشتغل على فيتشر سايزز اكبر بكتير جدا من الكاتنج ايدج الموجود في الايه في التكنولوجي. او ممكن لو عايز تشتغل بقى على فيشر سايز صغيره تستعمل اي بيم بس تستحمل بقى الوقت والايه تستحمل الوقت والتكلفه. معظم الايه الحاجات اللي في الجامعات مش الهدف منها ان هي تصنع سي موس تكنولوجي. محدش بيصنع سي موس تكنولوجي. الهدف ان هو يا اما يعمل ميمز والميمز بتستعمل فيها فيتشرز كبيره في الحقيقه قوي يعني ممكن اكبر من 10 مايكروميترز مثلا او في الرينج بتاع مايكروميترز ان جنرال او تجرب ديفايسز جديده. في الحاله دي انت مش عايز تعمل ماس برودكشن انت عايز تصنع ديفايس او اثنين او ثلاثه عدد محدود من الديفايسز تجرب عليهم. فده بيبقى موجود في الجامعات واحنا عندنا هنا في مصر في كلين روم جامعه زويل وفي الجامعه الامريكيه وفي المفروض برضه بيعملوا واحده في الجامعه اليابانيه اللي هي الجاست. بس طبعا كلها قدراتها محدوده جدا بالنسبه لما تقارنها بقى بالايه بالكلين رومز الحقيقيه اللي موجوده في المصانع. عمليه التصنيع بقى بتبدا من السيليكون. السيليكون هو الماده السحريه اللي بنعمل منها كل الايه او معظم السيمي كوندكتور تشيبس بتاعتنا. هو احد اهم السيمي كوندكتور ماتيريالز وهو في الحقيقه السكند موست كومن اليمنت في الايرث كراست في القشره الارضيه. ليه هو السكند موست كومن اليمنت؟ لان الرمله في الحقيقه عباره عن سيليكون دايوكسيد. في الحقيقه مفيش اكتر من الرمله طبعا سيليكون دايوكسيد يعني كل ذره رمله او كل مولكيول يعني فيها ذره سيليكون وذرتين اكسجين. طبعا ده هيقول لك بقى ان الموست اباندنت احنا بنقول السيليكون هو السكند موست اباندنت. الموست اباندنت طبعا هيكون هو مين؟ هيكون هو الاكسجين لان قدام كل ذره سيليكون انت عندك ذرتين ايه؟ عندك ذرتين اكسجين. طبعا الرمله بيكون فيها السيليكون مختلط بقى بماتيريالز ثانيه بقى بيكون فيه شوائب كثيره جدا 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 معادن مختلفه واملاح مختلفه. فبالتالي انا عايز انقي الماتيريال دي اجيب فيري بيور سيليكون. بيري بيور سيليكون ده بيسموه الكترونيك جريد سيليكون. بيعملوه ازاي؟ في بروسس بقى معقده شويه كده هي اسمها زوكراليسكي بروسس. دي وضعها صعب شويه. عنده نوايا كده من الالكترونيك جريد سيليكون ويبدا يتكون حوالين النوايا دي سيليكون نقي جدا برده ويبدا في حراره عاليه بقى يشد الايه النوايا دي لفوق فيتكون معاه سلندر من السيليكون بالشكل ده زي اللي احنا شايفينها دي كده سلندر من البيور سيليكون اللي هو بنسميه الكترونيك جريد سيليكون. دي بنسميها سيليكون انجوت. السلندر دي بنسميها سيليكون انجوت. بناخد بقى السلندر دي ونبدا نقطعها لايه لشرايح كده زي ما بنعمل في السلطه. يبقى كده بنقطع شرايح كل شريحه بتبقى عباره عن ايه بقى؟ بتبقى عباره عن ويفر. فبتحول الايه السلندر الانجوت دي الى ويفرز وتاخد الويفرز بقى وتبدا تعمل عليها خطوات عمليه التصنيع. فهناخد بقى البير ويفر بتاعتنا بقى اللي هي الويفر دي. الويفر بتكون لايتلي دوبت في الحقيقه يعني بتكون دوبت بي تايب ماتيريال معظم الاحيان بي سبستريت. معظم عمليات التصنيع بتبدا ببي سبستريت. بتيجي لك الويفر هي اصلا بي تايب. بنقسم عمليه التصنيع بقى لمرحلتين. مرحله بنسميها الفرونت اند اوف لاين ودي اللي بنصنع فيها الترانزستورز نفسها. ومرحله بنسميها الباك اند اوف لاين ودي اللي بنعمل فيها الميتال لايرز اللي هي عمليه الميتاليزيشن. والميتاليزيشن بقت حاجه معقده جدا دلوقتي برضو. في الرسمه اللي احنا خدناها من شويه كان عندي ميتال لاير واحده بس. طبعا كل ما تزود العدد بتاع الترانزستورز محتاج وايرز اكتر عشان توصل الترانزستورز ببعض. وبالتالي ميتال لاير واحده مش هتكفي ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه. دلوقتي بقى عندنا مور ذان 10 ميتال لايرز
في المودرن تكنولوجيز. فالاول زي ما انا بنبدا بالوفر بتاعتنا, هنبدا بالفرونت اند اوف لاين. انا عايز اصنع الايه الترانزستورز الاول. بنعمل الاول عمليه اوكسيديشن. يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني عايز احول السيرفيس بتاعي بدل ما هو سيليكون اخليه سيليكون سيليكون اوكسايد, اخليه انسيوليتر اللي هو سيليكون اوكسايد. ازاي بنجرى السيليكون اوكسايد ده على الويفر؟ بنحط الويفر بتاعتنا ببساطه في فرن, والفرن ده بحرارته عاليه جدا جدا, ممكن اكتر من 1000 درجه. وجوه الفرن ده بنعرض الويفر الى يا اما اكسجين يا اما ووتر فيبر. سواء ووتر فيبر او اكسجين, دي فيها ذرات اكسجين. ذرات الاكسجين تبدا تتفاعل مع السيليكون وتكون لك طبقه من السيليكون اوكسايد. لو استعملت دراي اكسجين ده بنسميه دراي اوكسيديشن, ده بيبقى ابطا بس يبقى هاير كواليتي. لو استعملت ووتر فيبر ده بنسميه ويت اوكسيديشن, ده بيبقى اسرع بس بيديك لور كواليتي اوكسايد. بعد ما احط طبقه الاوكسايد هحط طبقه الفوتوريزيست. زي ما قلنا الفوتوريزيست هي الماده الحساسه للضوء. عندي نوعين, بوزيتيف فوتوريزيست ده اللي بيتعرض للضوء بيكون سوليبل, اقدر ان انا اشيله بسهوله عن طريق سولفنت. والنيجاتيف فوتوريزيست العكس, الان اكسبوزد بيبقى هو الايه, الان اكسبوزد بيبقى هو السوليبل, والاكسبوزد بيبقى هارد, بيبقى صعب ان انا اعمل له ازاله. فبحط طبقه الفوتوريزيست دي, ببساطه بعمل ايه, بجيب الوفر بتاعتي كده واحط فيها نقطه فوتوريزيست وهي بتلف بسرعه عاليه, فالفوتوريزيست يتوزع على سطح الويفر كله وهي بتلف. هي اسمها عمليه السبيننج, بنلف الويفر بسرعه عاليه فالفوتوريزيست يتوزع عليها. بعد كده بقى بروح اعمل الفوتوليثوجرافي اللي احنا حكينا عليها, بحط الماسك فوق الويفر بتاعتي, والماسك بيكون فيه مثلا طبقه كروم, او هنا عندي طبقه كروم مثلا بالشكل ده, فالضوء هيعدي في المناطق دي والكروم هيحجب الضوء في المناطق دي. انا هنا عندي الجزء اللي هو ان اكسبوزد, هو اللي ايه, هو اللي انا شلته, هو السوليد, ودي عباره عن ايه, دي عباره عن نيجاتيف فوتوريزيست. زي ما شفت بقى الفيتشر اللي موجوده على الماسك دلوقتي هي الكومبلمنت بتاع الفيتشر اللي كانت موجوده على الماسك بتاعي. يعني الماسك عكس الويفر, هما الاثنين بيكملوا بعض. طيب هل انا كده رسمت حاجه على طبقه الفوتوريزيست؟ في الحقيقه اصلا انا مش عامل بيها حاجه, انا مجرد بس حطيتها عشان اشكلها. طب بعد ما شكلتها انا في دلوقتي كل ده انا عايز اعمل اول خطوه في عمليه التصنيع, ان انا اكون الان ويل. في الحقيقه يعني الهدف بتاعي من الخطوات دي كلها ان انا عايز اكون هنا الان ويل بتاعي اللي هعمل فيه البي موس زي ما شرحت. طيب الاول لازم اشيل الايه, لازم اشيل الاوكسايد. اشيل الاوكسايد ازاي؟ اللي هي الاوكسايد من الحاجات اللي هي صعب جدا ازالتها, عشان تشيلها بتحتاج اسيد قوي جدا اللي هو الهيدروفلوريك اسيد الاتش اف. والهيدروفلوريك اسيد ده بيعتبر من اخطر الماتيريالز. فبجيب الويفر بتاعتي بحطها في اتش اف, فالاتش اف يبدا ياكل الايه, يبدا ياكل الاوكسايد ويفتح لي شباك بالشكل ده. خطوره الاتش اف في الحقيقه ان هو لو واحد تعرض له لا قدر الله مش بيحس بحاجه في الاول, مش بيحس لحد لما الاتش اف يدخل جوه ويبدا يعمل اتشنج للعظم بتاع الايه, العظم بتاع الانسان. فمش هيحس بيه غير في مرحله متاخره جدا جدا, وبالتالي بيكون صعب ان انت تنقذه. عشان كده اي حد بيتعامل مع الاتش اف بقى مش كفايه ان هو يلبس الجوننج العادي بتاع الكلين روم, لازم يلبس سبيشال بي بي اي اللي هي بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت, يلبس ثيك جلوفز بالشكل ده, ويلبس ثيك ابرون مريالة بالشكل ده, ويلبس ايه حاجه برضو تكفر الايه, تكفر وشه عشان طبعا يقلل من الايه, يقلل من الهازرز. بعد ما خلصت بقى الايه الباترنينج بتاع الاوكسايد, انا كده عملت الاول باترنينج للفوتوريزيست عن طريق الفوتوريثوجرافي, بعد كده عملت بقى باترنينج للاوكسايد عن طريق الاتشنج. حصل اتشنج في الشباك اللي الفوتوريثوجرافي فتحته في الحقيقه. اروح بقى بعمل ستريبنج للفوتوريزيست, بحط الويفر بتاعتي كده في ميكس من الاسيدز, عمليه اسمها بيرانا اتش, يشيل الفوتوريزيست خالص ويفضل معايا بس الايه, يفضل معايا الاوكسايد. طب ليه عملت الموضوع ده؟ يعني ليه اصلا استعملت الاوكسايد؟ لما اجي اكون الان ويل بتاعي عايز اكونه هنا في الحقيقه, الفوتوريزيست مش هتستحمل الحراره العاليه اللي بتبقى موجوده اثناء عمليه الدوبنج, فبالتالي ما اقدرش ان انا استعمل الفوتوريزيست كماسك في عمليه الدوبنج. انا بحط الاوكسايد لاير وبعد كده بستعمل الفوتوريزيست كماسك للاوكسايد, وبعد كده الاوكسايد هو اللي يرجع يبقى ماسك في عمليه الايه, في عمليه الدوبنج. باخد بقى الويفر بتاعتي بعد ما شلت الاوكسايد, واروح اعمل خطوه الايه, الدوبنج اللي هكون بيها الان ويل. بنعملها ازاي؟ كان بنتعامل زمان عن طريق عمليه اسمها الديفيوجن. الديفيوجن ده كنا بنعمل ايه, برضه باخد الويفر بتاعتي واحطها في فرن, والفرن ده اعدي فيه جاز من المولكيولز اللي عايز اعمل بيها عمليه الدوبنج.
فلو عايز اعمل حاجه ان تايب زي ما اتفقنا بحط ايه، بحط بنتا فيلنت اتومز، لو عايز اعمل حاجه بي تايب بحط تراي فيلنت اتومز، بحط اكسبتورز. يعني انا هنا عايز اكون ايه، عايز اكون ان ويل، ان ويل المفروض احط بنتا فيلنت، احط دونر اتومز. فمثلا ممكن نعدي ارسنك جاز، طبعا ارسنك ده بنتا فيلنت مع الحراره العاليه جدا بتاعه الفرن، حراره عاليه جدا جدا بتوصل ل 1000 درجه، الارسنك اتومز تبدا تديفيوز جوه الايه، جوه السيليكون. يكون عندي الاتومز كده، تبدا الاتومز يحصل لها ديفيوجن جوه الايه، ديفيوجن جوه السيليكون، وتبدا تحول الماتيريال دي بدل ما هي كانت بي تحولها الى ايه، تحولها الى ان. انا بعمل دوبنج بارسنك اكتر من الدوبنج اصلا كان موجود بي، فلما انا كده كاني بعكس الايه، بعكس الدوبنج اللي كان موجود، فتتحول الجزء ده الى ان ويل. طبعا مشكله الديفيوجن ده ان المونوكلز هي بتديفيوز، هتديفيوز في كل الاتجاهات، فبالتالي مش هعرف اظبط حرف الان ويل عند حرف الشباك اللي انا كنت فاتحه، هيدخل شويه كده وبرده هيدخل هنا شويه كده. ده بنسميه لاترال ديفيوجن، ان هو بيديفيوز بطريقه عرضيه، مش هيديفيوز فيرتيكالي بس، لا هو بيديفيوز فيرتيكالي وبيديفيوز كمان لاترال، فبالتالي ما اقدرش عن طريق عمليه الديفيوجن اتحكم في الدايمنشنز بدقه. وبرده اللي احنا بنشرحه دلوقتي ده السبب في ان انا ما قدرتش استعمل الفوتو ريزيست مكان الاكسايد. يعني هل ينفع بدل الاكسايد كنت احط فوتو ريزيست على طول واعمل له باترنينج؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان الفوتو ريزيست مش هتستحمل الحراره العاليه اللي موجوده في الفرن بتاعي، وبالتالي ما اقدرش ان انا استعملها كماسك لعمليه الديفيوجن. انا استعملت الفوتو ريزيست كماسك للاكسايد، والاكسايد بقى دلوقتي ده بنسميه هارد ماسك. دلوقتي ده كده هارد ماسك استعملته لعمليه الايه، لعمليه الديفيوجن. في التكنولوجيز بقى الجديده عشان يعرفوا يتحكموا بدقه في المنطقه اللي بعمل فيها الدوبنج، فبطلوا يعملوا عمليه الديفيوجن دي، وبيستعملوا عمليه ثانيه اسمها الايون امبلانتيشن. الايون امبلانتيشن ده بعمل فيها ايه، اكني بجيب كده مدفع، والمدفع ده ببدا ابومبارد بيه بقى السيرفيس بتاع الويفر بيه الالكترونز، فبالتالي بقدر ان انا اضمن دايركشناليتي عاليه، بقدر ان انا اضمن ان الايه الدوبنتس بتاعتي الاتومز اللي بعمل بيها الدوبنج بتمشي في vertical direction، فهقلل lateral diffusion اللي بيحصل. طبعا المنطقة اللي فيها الفوتوريزيست هنا مش المنطقة اللي فيها الأوكسايد مش الفوتوريزيست طبعا، هتحجب عملية الايه، هتحجب عملية الايون implantation، والمنطقة اللي مكشوفة هي اللي هيتعرض ليه الايون implantation. الرسمة دي بتقارن بقى ما بين الاثنين. دي عملية الديفيوجن زي ما قلنا بتتم في كل الاتجاهات، ما عنديش كنترول على الدايركشن، فبتتم في اتجاه الفيرتيكال وفي اتجاه اللاترال، فبيحصل عندي لاترال ديفيوجن بالشكل ده. دي عملية بقى الايون امبلانتيشن، دي الاتومز اللي عايز اعمل بيها عملية الدوبنج، بخليها تشارجد اتومز ايونز يعني، وبعد كده بعمل لها اكسلريشن عن طريق الكتريك فيلد، فبالتالي بضمن الدايركشن بتاعها، فبالتالي بقدر اضمن الايه، اضمن الدايمنشنز بتاع المكان اللي انا عملت فيه الدوبنج. طبعا مشكله في عمليه الايون امبلانتيشن ان الايون دي تمشي بسرعه عاليه، فبتعمل دامج للكريستال بتاعه السيليكون، فعشان اعالج الموضوع ده برجع تاني احط الويفر جوه فرن عشان يحصل عمليه هيلينج، ترجع الايه، ترجع الويفر تتعافى تاني، ويرجع الكريستال ستراكشر يربط في بعضه ايه، يربط في بعضه تاني. اثناء عمليه الهيلينج دي ترجع الاتومز الديفيوز برده، بس المره دي برده هتديفيوز في كل الاتجاهات، فبرضه ما اقدرش ان انا اضمن بيرفكتلي الدايمنشنز، هيحصل برضه عندي شويه لاترال ديفيوجن، بس طبعا احسن بكتير من الكيس الاولانيه بتاعه الديفيوجن. ورغم ان كل التكنولوجيز دلوقتي بتستعمل عمليه الايون امبلانتيشن، لكن لسه اي منطقه فيها دوبنج لحد دلوقتي بنقول عليها ديفيوجن مجازا، بالرغم زي ما قلت ان محدش بيعمل عمليه الديفيوجن دي تاني، بس اي منطقه فيها دوبنج ممكن نسميها ديفيوجن ريجن او ديفيوجن اريا. خلصت كده عمليه الان ويل فورميشن، يبقى كده الاوكسايد بتاعي خلص الايه، خلص المهمه بتاعته، اشيله خالص، بعمل ستريبنج الاوكسايد برده عن طريق ايه، عن طريق اتش اف، وارجع بقى للبير ويفر بتاعتي، بس المره دي فيها ايه، فيها ان ويل، ونبدا نكمل عمليات التصنيع. كده وصلنا لنهايه الجزء ده في المحاضره، نكمل ان شاء الله عمليه التصنيع في الجزء اللي جاي.